مختفية كل هالوقت أكيد بيكون صاير لها شي. بالي بيك معقول يكونوا قتلوها؟ لا مستحيل هالشي، أمي مو ميتة. نحن المهم هلأ إنه ندور عليها، مزبوط بالي بيك؟ ما تاكلي هم مولاتي السلطانة، عجلاً أو آجلاً رح نعرف الحقيقة ونكتشفها، وبإذن الله ما بيصير غير كل خير وبترجع السلطانة سالمة. آمين. بالي بيك، رستم باشا، مولانا السلطان طالب يشوفكن. مصطفى، إذا السلطانة بتنأذى أو بيصير لها شيء، فأنت اللي بتتحمل المسؤولية كلها. أنت شو عم تقول محمد؟ أنا شو إلي علاقة بحادثة السلطانة؟ لأنه أبعدوك عن منيسة، أنت أول واحد لمت لأمي واعتبرت المسؤولة عن هالقصة، وبعدها اختفت أمي وما ضل لها أثر. شو هالصدفة؟ شو هالوقاحة؟ كيف بتحكي معي بهالأسلوب؟ سمو الأمير هدي حالك. عن جد يا خسارة، يا ريتني متت قبل ما أسمع هالكلام من أخي. محمد حبيبي، أنا بقدر شعورك وحزنك، بس لا تخلي عواطفك تسيطر عليك وتسمم لك أفكارك. مصطفى أخوك يا محمد، وهو مستحيل يساوي شي يزعلك أو يزعل حدا من أخواتك. رستم باشا، لجهز 1500 جندي، وإذا اضطر الأمر خود عناصر دعم للفيلق الثاني وخليهم يبلشوا بحث فورا. لازم تفتشوا عليها بكل بيت وبتدوروا تحت كل حجر. مثل ما بتأمروا يا مولاي. حسب ما خبرني سنبل آغا، خبر اختفاء السلطانة بعده مخفي، وبظن ضروري أخذ الحذر بهذا الموضوع، خاصة أنه أعدائنا رح يستغلوا هذا الشيء لمنافعهم السياسية. ما بهمني لا هنن ولا منافعهم يا رستم، واعتبارا من اليوم وظيفتك تلاقي السلطانة وبس، وبدك تجيب لي اياها عايشه كانت او ميته. رح ابذل كل جهدي يا مولاي، وانا بوعدك اني لاقيها. بالنسبه لك يا مامون اغلو، رح تكون مسؤول عن التحقيق بهذا الموضوع باسمي انا وبتفويض مني. انت مسؤول تسال وتحقق مع الكل وبما فيهم السلطانات. ممنوع تعفي او تستبعد اي حدا من السؤال لو مين ما كان. اوعك تتساهل مع اي شخص، والمسؤول عن هالعمل الحقير رح يتجازى لو مين ما كان يكون، حتى لو كان واحد من ولادي. عم تفهم يا بالي بيك؟ أنا بخدمتكن وتحت أمركن يا مولاي. روحوا شوفوا شغلكن. معك. انت حطيتي السم بالاكل تبعي، وانت سممتي العشره اللي كانت بيناتنا يا لاهي الدوران. انا فعلا هلا كبرت، وواضح اني خسرت براتي. وينك يا هويام؟ وينك؟
مولاي. أبو السعود تعال. تفضل عود. أكيد خبروك بشي اللي صار مع سلطانة يا أبو سعود أفندي. أي خبروني يا مولاي السلطان. عم بدعي لله يحمي السلطانة هيام ويرجعها لجلالتكم ولولادها الأمراء بخير وسلامة بأقرب وقت يا مولاي السلطان، ويحميها من كل شر ويبعد عنها الظلام وقطعين الطرق بكل مكان. آمين. أبو سعود، قبل ما روح حملتنا الأخيرة فجأة طلع قدامي درويش ورمى طاقيته قدامي وقال لي وطلب مني انه اخذ حذري. الدرويش حكالي شي عن الناس اللي بيقربوني، الناس اللي بيكونوا من لحمي ودمي يا ابو سعود افندي، وقال لي اذا ما اخذت كل التدابير الضروريه اكيد رح اخسر واحد من الناس اللي بحبه. وانا وقت اخذت هذا الكلام بعين الاعتبار، وكانت اشاره الله بعت لي اياها يا ابو السعود، واخذت كل الاجراءات الضروريه لحتى ارتاح واطمن. بس انا ما بعرف شو الحكمه من ورا الشيء اللي عم بيصير يا ابو السعود. ليش عم بتعاقب؟ ما عم بعرف شو هو الذنب اللي انا ارتكبته. مولاي سبحانه وتعالى مالك هذا الكون، خلقنا نحن البشر وخلق معنا الخير والشر والنور والظلام، بس سبحانه خصنا نحن بنور العقل حتى نقدر نميز الخير من الشر ونقدر نختار الطريق الصحيح ونمشي عليه. جلالة السلطان، يعني أنا اخترت الطريق الغلط يا أبو السعود؟ مولاي في حديث شريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معناه إنه الإنسان إله مكان كبير عند ربه، بس ليوصلها بيحتاج لكتير من الصبر، وربنا سبحانه وتعالى بيختبر عبده بالمحن ليعرف مين بيستحق هاي المكانة. بظن انه مصطفى ما له علاقة بالشي اللي صار، ما كان لازم تحكي معه هيك. انا بعرف انه اخي ما بيحبها لامي بنوب، وشفت هالشي بعيونه اكتر من مرة، ونحن كمان ما منحبها للسلطانة ناهي الدوران. ما بكره ناهي الدوران، بس هي دايما بتحاول تكره اخونا فينا. بس الحق معك اخي، مستحيل يساوي هذا الشي، ما كان لازم ساوي هيك. بس وقت قالوا لي الخبر أول ما وصلنا على القصر حسيت حالي رح جن يا أختي. سمو الأمير، سلطانة، شو صار معك يا رستم باشا؟ ما صار أي شيء، هن لساتهم عم يحققوا بالموضوع، هاليومين رح يبين معنا. كيف مولاي يا رستم؟ رضي قابلك؟ حابة روح لعنده بس ما عم يستقبل حدا بنوب. مولاي السلطان كتير مهموم، من الأفضل نتركه لحاله شوي. سمو الأمير، وحضرتك كمان لازم تاخد حذرك كتير، لأنه هي الحادثة إلى علاقة بتعيينك بمانيسا، ما بدهن تكون بسنجق العرش، ولهذا السبب أنا بشوف أنك تسافر وبسرعة. أنا ما رح روح يا باشا قبل ما ترجع أمي. مولاي اوعى تخلي هي الحادثة تضعف من قوتك وتحبط من عزيمتك، خاصة هالقصة بتتعلق بعواطفك ومشاعرك، لأنه قلبك هو الدرع يلي بيحمي جلالتك وبيخليك دائما واقف على رجليك، ونحن محتاجين لقوتك مولاي. قلبي محروق وموجوع يا أبو السعود أفندي، أنا تعبان. مولاي سامحني إذا أزعجتكم. مولاي بدكم مني شي تاني؟ روح يا أبو سعود تصبح على خير، بتشكرك لأنك إجيت لعندي وسمعتني. هذا شرف كبير إلي يا مولاي. يعني رح نضل محبوسين بالقصر؟ التحقيقات بلشت هلأ، وانتي كمان رح تنسقلي يا مولاتي. بس نحن مو مجبورين انه نروح، ما لنا مضطرين. اوامر مولانا السلطان لازم تتنفذ بحذافيرها يا سلطانة،
لهالسبب انتو هلأ مجبورين انكم تروحوا. اللي يا باشا انت بصف مين؟ خسروف باشا معه حق، ما فينا نعارض الأوامر. إذا ما رحنا على التحقيق منكون ثبتنا التهمة علينا. أساساً هن من هلأ عم يتهمونا يا مصطفى. ما شفت كيف كان عم يتطلع فينا أبوك؟ ما شفت نظرات محمد ومريم كمان؟ يعني كيف بدك ياها تكون؟ زوجة سلطان العالم مختفية، إيه طبعاً رح يصير حسابه عقاب كمان. هذا عار وانكتب عجبيننا وما حنرتاح لنعرف مين ورا هالعملة. ليش نحنا إمتى كنا مرتاحين هون؟ مزبوط، هيام مو هون وما رح نرتاح لحتى يعرفوا وينا. كيف مولانا يا مرجان؟ الله أعلم كيف بتكون حالته هلأ. ما شفته يا مولاتي، طول النهار ما طلع من جناحه أبدا. ما حدا منا بيقدر يهرب من عدالة رب العالمين. بالنهاية اللي عملوا هاد الشي رح يدفعوا تمن عملتهم. سلطانة، مالك ملاحظة إنه قعدتك هون طولت؟ نحنا صار لازم نروح على قصرنا. أنت روح باشا، أنا عندي كم شغلة بدي خلصها قبل ما روح. على القليلة بدي يومين لأنقل أغراضي. إن دمعي أضحى دما أحمر يرثي فراق الحبيبة. أبى أن يجري في عروق جسد بات أجله قريبا. هل غريب أني أغرق في بحر حب كبير أمواجه لا تستكينا؟ أين أنت الآن؟ هل تشعرين بلوعة الفراق وتسهرين هذا الليل الكئيبة؟ إن دمعي غدا مطرا وتحول دما وسال في كل أصقاع الدنيا. بدت أخاف العشق والأشياء حولي تمضي غريبة. آه يا سلطانتي، لو أستطيع أن أمنع هذا البكاء والنحيبة. عودي، فمن دونك العمر أقضيه بكاء وعويلة. أخشى أن لا يرى المحب وجه حبيبه ويقبل الجبين. إني أناديك فيرد الصدى صوتي ولا ألقى المجيبة. سمو الأمير سلطانة. مولانا السلطان موجود بجناحه يا مرجان. الحقيقة لا يا سلطانة، بس بالي بيك عم بينتظركم بمكتبه. طيب ومولانا وينه؟ بالحرم لك يا سمو الأمير. مولاي راعى جناح السلطانة هيام وبقي هنيك. الله يكون بعونه فعلا. سلطانة؟ إذا رح تضلي تتصرفي هيك رح تخلي العالم تشك إنك أنتي ورا هاي الشغلة. اسمعي سلطانة، مولانا كتير متأثر باللي صار، ونحن هلأ المفروض نوقف جنبه وندعمه حتى نخفف عنه هاد الألم. أنت بتعرف منيح شو مر على راسي بهذا القصر، وبتعرف قديش تعذبت تحت هذا السقف يا مصطفى.
ما بذكر يوم مر علي بدون قهر، لهيك أنا ما رح أقدر ساوي حالي زعلانة على اختفاء الحية، وأنا يلي تمنيت هذا الشي من زمان. بعدين ما بهمني إذا بشكوا فيني ولا لا. جاهزين؟ بالي بيك حابب يشوفكم كل واحد لحاله يا سلطانة. سمو الأمير. دستور جناب سمو الأمير جيهانجير. بابا جيهانجير، امتى اجيت؟ انا شفت حلم يا بابا، حلمت بالسلطانة كانت قاعدة تحت شجرة، وهالشجرة كتير كبيرة. سألتها ليش تركتينا وما عم تجي لعنا؟ قالت لي انا بعمري ما رح اترككم، امي رح ترجع يا بابا. مو هيك بابا؟ رح ترجع يا حبيبي، رح ترجع. هاد كل شي بعرفه بالي بيك، وهاد الحكي قلته لجلالة السلطان. سمو الأمير انت هون من زمان، وأكيد بهالفترة التقيت مع السلطانة هيام أكتر من مرة، ما هيك؟ أي صحيح، أنا التقيت فيها كم مرة مشان الحرم لك. بصراحة أنا سمعت أنه صار بينك وبين السلطانة هيام مشاكل كذا مرة وعلى شغلات صغيرة، وتناقشتوا فيها قدام كل الناس. وقت كان الجيش بالحملة اضطريت اني خفف نفقات الحرم لك، والسلطانة هيام انزعجت كتير بوقتها من هذا القرار اللي اخدته من دون علمها. صار بيناتكم مشاكل تانية شي؟ ابدا. عم يقولوا بانك حملت السلطانة هيام مسؤولية تعيينكم بأماسيا، صحيح الحكي؟ نحن ما بيهمنا شو عم ينحكى يا مأمون اغلو، وانت بتعرف كتير منيح انه مولانا هو الوحيد اللي بيحق له يعين الامراء بالسناجق اللي بيلاقيها مناسبه. والدتك السلطانه ناهد دوران قالت نفس الكلام سمو الامير، وقالت لمولانا بالذات بانه السلطانه هيام هي ورا هالموضوع، وبغياب مولانا كتير صارت نقاشات من هالنوع مع السلطانه هيام كمان. الكل هون بيعرف عن الخلاف اللي بيناتهم، هن ما بيحبوا بعضهم، بس لو صار شي جدي كنت سمعت فيه. ايه بس السلطانه مريم تعتقد انه سلطاناتنا هن ورا هالحادثه هي كلها، برأيك هالحكي ممكن؟ مستحيل يكون في هيك احتمال. وأنا هيك بظن، بس إذا أخذنا بعين الاعتبار إنه السلطانة خديجة حاولت تقتل السلطانة هيام بيكون الاحتمال أكبر. أنا بعد هالحادثة مباشرة سألت كل الموجودين هون يا مأمون أغلو، ولو وقع بإيدي دليل واحد بس كنت سلمت المذنب لمولانا مين ما كان يكون. حتى لو كانت والدتك يا مولاي، ولا بما إنها بتكون أمك كنت راح تحاول تحميها من العقاب؟ لحد هون وبس. لما بدنا نتهم سلطانة لازم يكون بين إيدينا دلائل أكبر من الاحتمالات والظنون يا مأمون أغلو. أكيد يا سمو الأمير، لهالسبب هاد أنا كمان عم دور على دليل. سمو الأمير، مولانا أمر بإنكم ما تطلعوا برا قصر العرش قبل ما يخلص التحقيق. سلطانة أهلا وسهلا فيكي. ما في داعي للترحيب يا بالي بيك، أساساً نحن كل شي منعرفه قلنا. ممكن أفهم منك شو لزوم هالاستجواب مرة تانية؟ من حقي أفهم كل شي يا سلطانة، تفضلي. مرجان أغا؟ خير إن شاء الله يا عزيز، شو بدك هلا؟ رستم باشا طالب إنه يشوفك يا مرجان آغا. قول لحضرة الباشا يعذرني، عندي شغل وما فيني أتركه أبدا. هو أمر إنك تروح لعنده فورا.
جنابك بتعتقدي انه الامير مصطفى تم نفيه على اماسيا، مو هيك يا مولاتي؟ مزبوط، بس هاد مو رايي لحالي انا يا بالي بيك. كل واحد في براسه عقل بيعرف حقيقه انه تم نفيه. ولا انت عندك شي تاني غير اللي عم قوله؟ سلطانة، الشي اللي عم فكر فيه انه اكيد هذا القرار هو يلي خلى جنابك تنتقمي. ابن الامير مصطفى رح يكون بالمستقبل الوريث الاول للسلالة العثمانية، وانا كأم لإله يا بالي بيك مستحيل فكر ابدا انه عرض املي الوحيد وسبب وجودي لاي شيء مو منيح، وخاصة اذا كانت هيام ما رح تسكت عليه. اذا كنت شايفة بانه السلطانة هيام هي العائق الوحيد لمستقبل الامير مصطفى، معناها انت ممكن تساوي اي شيء من شانه، وحتى ممكن انك تضحي بحياتك كمان. الامير مصطفى اكثر من مرة نجي من الموت. اول مرة بهالقصر لما هن بعتوا له خانم مشان تسممه بالسر، ولو ما كانت هالخانم عشقانته للامير كنت اكيد وقت خسرته. بعدين رجعوا بعتوا جاسوس على أماسيا بآخر لحظة مسك. حتى بهداك الوقت ما حاولت انتقم، بس حاولت احميه. أنا مستحيل فكر بهيك موضوع بنوب. هذا الموضوع ما بيتعلق بالأمير مصطفى لوحده، هذا الموضوع شخصي بالنسبة لجنابك وبيمس كبريائك. شو يلي بتقصده؟ يعني جنابك صار لك وقت طويل مزعوجة وعم تعاني من وجود السلطانة هيام بالقصر، من وقت ما اجت واخذت مولانا السلطان من ايدك، سرقت حياتك، ومن وقتها لهلا وانت عم تعيشي لحالك، واكيد صعب عليك. خلاص، انت لساتك عم تحلمي سلطانة، عم تحلمي ترجعي تعيشي مع مولانا لحالكم، ولهالسبب تخلصتي من السلطانة هيام. جوزت حدودك، مين مفكر حالك لحتى تحاكيني هالكلام يا مأمون أولو؟ شو عملتي للسلطانة هيام؟ جاوبيني، قتلتيها شي؟ ولا عم تعذبيها بمكان بعيد من هون؟ أنا ما سويت شي أبدا. معناتها مين اللي سواها يا سلطانة؟ أنت أكيد بتعرفي شو صار بالسلطانة، مو هيك؟ لا، أنا ما بعرف شي عن هالموضوع، ولا بعرف مين اللي سواه، ولا حابة أعرف مين هو أبدا. ناهد دوران؟ سلطانة؟ أنت منيحة؟ كيف ممكن كون منيحة يا سلطانة؟ عم يحققوا معي وكأني مجرمة ومن دون احترام بنوب. بالي بيك أنا خسرته وثقت فيه طول عمري، بس يا خسارة. بس هو مضطر كمان يقوم بشغله. شو صار وشو قلتي له لبالي بيك؟ شو ممكن قله يعني؟ أنا مليت صدقوني، كل شوي بعيد نفس الحكي. سلطانة؟ بالي بيك عم ينتظركن هلأ. إلو جايين. خديجة، اوعك تنسي الوعد اللي وعدتيني اياه. بدك تكوني هادية وتسيطري على عواطفك وما تحكي أي كلام ما إلو معنى. أنا يا أختي رح أقول كل شي بعرفه، يعني ما رح أقول إلا الحقيقة. يا ريت أنت كمان. مولاتي، أنا ما عندي شك أبداً بوفائك لمولانا السلطان. كمان أنت مثل كل السلطانات في عداوة واضحة بينك وبين السلطانة هيام، وأنا بتذكر أنك كمان كان إلك إيد بنفي السلطانة هيام بهداك الوقت. لا، مو صحيح أبداً، نفوها بهداك الوقت بسبب أغلاطها، ولا تنسى أنها تجرأت وقطعت طريقي. أي مزبوط، بس جنابك اللي جريتيها لترتكب هذا الغلط، مثل ما عملتي بالسلطانة خديجة من قبل. سلطانة خديجة؟ بس أنا بعرف وقت خبوا ذهبات المرحوم إبراهيم باشا، حضرتك ساعدتيهم بهذا الشيء. بشو ساعدتهم؟ يوم أنا بنفسي اللي بلغتك مشان تجي تستلم الذهبات. مزبوط، بس هذا الشيء عملتيه بعد شهور، ولأنك كنتي خايفة إنه ينفضح الموضوع. أنا كل شيء كان بدي إياه إني أحمي خديجة. ممكن تكوني لساتك عم تساوي نفس الشيء سلطانة، يعني ممكن لسا تكوني حضرتك عم تحمي السلطانة خديجة. سلطانة، لسه ما خلصت كلامي. إلزام حدودك. شو بدي أخذ إذنك لحتى أمشي؟ بس هاد كله أوامر مولاي السلطان،
وممكن اضطر استخدم القوة إذا لزم الأمر منشان تبقي هون، فبترجاكي ما تجبريني. مولاي سلطانة، مولاي السلطان ما عنده إلا طلب واحد بس، وهو إنه يلاقي السلطانة هيام بصحة وعافية. وإذا جنابكن هلأ بتتكرموا وبتساعدوني بهذا الموضوع، تاخدي مني وعد إنه ما حدا منكن رح يتحاسب أو ينأذى. وبلكي هي كانت مقتولة؟ إن شاء الله ما تكون هيك، لأنه إذا كانت مقتولة رح تصير كارثة، وأكيد أنتو ما رح ترضوا بهذا الشيء، مو هيك؟ مولانا ما رح يساوي شي مشانه، يمكن هو رح ينزعج اليوم وبيجوز بكرة وبعدين رح ينسى الموضوع. وأوعى تفكر أبدا إنه ممكن يقتل أولاده وإخواته مشان وحدة مثل هيام، خصوصا إنه ما في دليل. سلطانة أهلا وسهلا. مأمون أغلو بالي بيك، ليش تركتني للأخير مع أنه كان لازم تستجوبني أول وحدة؟ يمكن لأنه ما في حدا غيري ورا هالقصة، مو هيك؟ سلطانة بفهم أنه هذا اعتراف من حضرتك يا سلطانة. مولاي خير؟ شوفي كانت هون هلأ، هيام هون، أنا شفتها. أنت متأكد يا مولاي؟ أنا مو شايف حدا. قلت لك أنا شفتها. إذا بتحب أنا بفتش المكان يا مولاي. هيام مولاي. صدقني لو أنا ساويت هذا الشيء وقتلتك كنت فوراً إجيت وخبرتك بالي بيك، لأنه هذا الشيء بتمناه من وقت ما شفت زوجي إبراهيم باشا مرمي بالحديقة ومقتول، وبتمنى أقتلها من وقتها. طالما اعترفتي إنه بتتمني تقتليها، أصبح حضرتك بتعرفي نهاية اللي بيعمل هيك شو بتكون. سلطانة مو فارق معي شيء، إذا بتتذكر أنا اعترفت من قبل وما كان في ولا دليل يدينوني فيه ابدا. انا بذات نفسي اعترفت له لمولاي السلطان اني حاولت اقتلها. بس هالمره في فرق سلطانه، وهو انه السلطانه هيام ما مبينه ومو معروف اذا عايشه. سلطانه هيام وينها؟ سلطانه خديجه خبريني وينها. بالي بيك ما رح تصدقوني شو ما قلت، يمكن لانكم ناويين تلبسوني التهمه، مشان هيك هذا التحقيق ما له لزوم. طالما انك بتكرهيها لهالدرجه وبتتمني لها الموت، اعترفي بعملتك لكان. انا ما عندي شيء لحتى اعترف لكم فيه. انت بتظني اذا ما اعترفتي بعملتك رح تحافظي على ذكرى المرحوم، بس انت غلطانه كثير اذا عم تفكري بهالطريقه. انا ما عملت شيء يا بالي بيك. مزبوط، انت ما عملتي شيء ابدا، حتى من قبل ما يموت ابراهيم باشا ويندفن انت بحياتك كلياتها ما غلطتي. بس أنا سمعت من أكثر من مصدر إنك كنتي عم تخوني. شو عم تقول أنت؟ عم بيقولوا إنك عايشة حياتك وتزوجتي من خسروف باشا ومبسوطين كتير بحياتكن، ولا كأنه صاير معكن أي شيء. بحياتي ما خنت إبراهيم أصلاً، ما بقدر. وبالوقت اللي مولاي قتل فيه إبراهيم باشا قتلني معه، عم تفهم علي؟ طلعت روحي مع إبراهيم. يعني حبيتي تنتقمي لزوجك، ما هيك؟ طبعا أنا حاولت كتير أتخلص منها،
بس ما قدرت، ما طلع بإيدي. قليلي وين السلطانة عيام؟ احكي شو ساويتي فيها. ما بعرف وين. طيب روح اسأل ناهد دوران، اسأل السلطانة شهرزاد، أكيد بيعرفوا وينها. عم قلك أنا مالي علاقة باختفاء هيام بنوب. بس هلأ كنتي عم بتقولي إنك حابة تاخدي لها روحها يا سلطانة. مزبوط، بس هالحكي من زمان. أقسمت إني رح أنتقم لإبراهيم وإني أقتل هيام قبل الأربعين. للأسف ما قدرت، أنا فشلت.